فاحذر على نفسك، فلك حساب بين يدي الله جل وعلا، لن ينفعك قريب أو بعيد، ولن ينفعك قريب ولا صاحب، ما ينفعك إلا أعمالك. فاتق الله سبحانه وتعالى ولازم الخير، لازم هذه الدعوة المباركة، واحمد الله أن هداك إليها، وعليك بطلب العلم. أوصيكم معشر المسلمين بالإقبال على طلب العلم النافع، يفتح الله به قلوبكم، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وأوصيكم معشر طلاب العلم بالثبات على الدين، أوصيكم بالاستزادة من طلب العلم، وبحفظ القرآن وإتقانه، وبحفظ أحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأوصيكم يا طلاب العلم بنشر الدعوة بقدر ما تستطيعون، علموا الناس العقيدة الصحيحة، لا سيما في هذه الأيام التي صارت دعوة الحق تغزى ويلبس على الناس وتنشر فيهم الشبهات، فعليكم أن تنشروا العقيدة الصحيحة وأن تنشروا دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم.